الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد بقول لك مبروك المكسب والثلاث نقاط، لكن اللي استمتعنا بيه النهارده الاداء والشكل اللي فيه الفريق في ظل ان عندك غيابات تحديدا في خط الدفاع دايما بتحصل مع الفريق. الحمد لله طبعا على المكسب، فوز كان مطلوب جدا ومهم جدا بالنسبه لنا وفي المرحله اللي احنا فيها بالذات. يعني فيما يخص الغيابات، يعني الحمد لله انا قلت من زمان جدا جدا الفرقه اللي عندها عدد كبير من اللعيبه على نفس المستوى ونفس الدرجه ما اعتقدش انها هتتاثر. الحمد لله كل اللعيبه عندنا ثقه فيهم مهما كانت الغيابات ومهما كانت المؤثرات اللي عندنا، لكن عندنا ثقه في الجميع. يعني الكل اللي بياخد بيأدي بشكل كويس قوي، الكل عارف قيمه المكان اللي بيلعب فيه وقيمه التيشيرت اللي بيلبسه، ودي حاجه بتسعدنا جدا. يعني احنا اتكلمنا مع بعض قبل ما نطلع هوا على الاهداف الثلاثه، لكن في جول لفت نظرك انت بشكل خاص. الثلاثه كويسين طبعا، يعني جول بقى هايل جدا، اسيست هايل من احمد فتحي، الجول الثاني كمان في تصميم واراده في ضربه ثابته اتلعبت وعمرو السوليه شاطها وكمل كمان ياخد بعد ما تردد ووليد ازهر حطها باقتدار عالي جدا جدا. يعني الجول الثالث فيه طبعا ثنائي رائع جدا من اجاي وعبد الله سعيد. يعني مش بقى فيه، هو موجود اصلا، يعني الموجود المجموعه ككل. على فكره هي الملعب وحدات، يعني خط الظهر وخط الوسط وخط الهجوم. انا في اقتراعاتي الشخصيه يعني الموضوع ما ينفعش تقسم نصين، ما ينفعش يبقى خط الهجوم على مستوى عالي جدا وخط الدفاع في حته ثانيه خالص. يعني الموضوع كله مره واحده او كتله واحده، يعني انت بتدافع وبتهاجم والناس بتبص للحته المهاريه بس او الحته الجماليه كمان. لازم يبقى في ادوار دفاعيه، هتلاقي جاي له دور دفاعي لازم، عبد الله سعيد بيبقى له دور دفاعي لازم، وليد ازارو بيبقى له دور دفاعي لازم. يعني اي حد في المجموعه ديت، وليد سليمان او اسلام او اي حد بيلعب، حمود، اي حد بيلعب في الحته دي عشان ما انساش حد. يعني فكره القدم العالميه ما بقاش فيها حته جماليه وبس، يعني بتبص والكره معاك بس، كمان لازم تبص كمان والكره مش معاك. يعني طيب محتاجين نطمن منك على اصابه محمد هاني، وليه دايما المكان ده بيتكرر فيه الاصابات بالشكل اللي ممكن انت خلاص وصلت لمرحله ان محمد هاني مساك وايمن اشرف واحمد فتحي؟ يعني خلينا نقول، يعني طبعا ممكن الفترة اللي فاتت تعرضنا لبعض المواقف اللي مش ظريفة في المكان دوت، إصابة في البداية سعد سمير وبعد كده رامي ربيعة وبعد كده سعد سمير مرة ثانية وبعد كده أيمن أشرف أو محمد نجيب وبعدين أيمن أشرف. خلانا اي احساس بالعضلة او اي احساس باجهاد، كابتن حسام بيفضل على طول الراحة. يعني اول ما أيمن أشرف حس بالعضله مجهده في العضله الخلفيه في مباراه الاتحاد غيره على طول، وما حبيناش النهارده كمان ان هو يكون موجود لانه حس بيها امبارح. محمد هاني بين الشوطين حس بتقل برضه في العضله الخلفيه او يعني جزء من العضله الخلفيه، برضه كابتن حسام البدري فضل على طول راحته. يعني لكن هرجع اقول لك اهم حاجه في الموضوع ده الثقه اللي عندنا احنا من جهه اللعيبه وثقتنا في امكانياتهم وقدراتهم وشخصياتهم بتوفر علينا حاجه كتير الحمد لله. حاجه يا كابتن سيد، ايه اللي يتقال للعيبه ثاني يوم بكره في المران الصباحي باذن الله على المقاولين اللي لعبتوا امبارح او لعبتوا النهارده؟ خليني اقول لك خلاص المباراه انتهت بكل ما فيها النهارده. طبعا موقف كويس ونتيجه كويسه واداء كويس والحمد لله على المكسب، لكن عندنا مباراه بعد ثلاث ايام وهو ده الدوري. يعني اللي بيروح لازم تنساه باي احداثه، يعني سواء كانت ايجابيه او سلبيه، السلبيه تعالجها، الايجابيه بتاكد عليها، لكن لازم تبص لبكره. يعني فمن بكره بنستعد لمباراه يوم الاثنين على استاد القاهره مع المقاولين باذن الله. سؤال من الاستاذ، يمكن الفتره الاخيره الكلام كتير في موضوع التجديد لاحمد فتحي وعبد الله سعيد. كابتن سيد، وكان ليك تصريحات اعلاميه خلال الساعات القليله الماضيه، هذا الملف ممكن يغلق خلال الايام القليله القادمه ولا انتم في ضغط مباريات؟ ان شاء الله باذن الله يعني الفتره القريبه اللي جايه، ويعني احنا ما بنحبش نقول بكره عندنا قعده، النهارده عندنا قعده، الاسبوع ده في قعده، ما اعتقدش ان ده مناسب. يعني الموضوع لا، مش يعني ما اعتقدش ان هو مناسب ولا الاعلام يفيدوا الكلام ده. يعني ان شاء الله الرحمن زي ما عملنا مع الباقي، يعني ممكن مره واحده نعلن على طول. يعني فما فيش بعد في المسافات ولا حاجه، يعني يمكن ضغطه المباريات بتخلينا القعدات ما بتكملش لان عندنا مباراه بعد يوم ولا اثنين، فالامر ما زال مفتوح. وخلينا وضع طبيعي جدا، عبد الله واحمد فتحي امكانياتهم وقدراتهم وتاريخهم قبل كل ده، يعني ما اعتقدش ان في حد ممكن يزايد عليه او حد ممكن يتكلم فيه. واحنا من الانديه اللي بتحترم الناس جدا وبتحترم لعيبتها جدا، وما عندناش يعني مشكله ابدا 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 في اي اراء، بالعكس يعني احنا بنحترم الناس قوي وبنقدرهم جدا. ويمكن حتى لو لعيب صغير يعني، تمام، ما بالك بقيمه ومكانه احمد فتحي وعبد الله السعيد. يعني بالتوفيق يا كابتن سعيد. شكرا جزيلا.